ونحن نريد أن تكون هذه المملكة الآن وبعد 50 سنة من الآن إن شاء الله مصدر إشعاع للإنسانية والسلام، يسكنها شعب مؤمن بالله يحتفظ بتقاليده المنبثقة عن تعاليم الإسلام والأخلاق العربية الأصيلة، ويبني البلاد على أسس راسخة من الإيمان والأخذ بالعلوم الحديثة الحضارية النافعة والتفوق في الصناعة والتكنولوجيا بعون من الله ومشيئته إن شاء الله. رست دعائم هذا المركز استجابة لرؤية الفيصل رحمه الله وسعيا لتحقيق آماله في حياته وبعد مماته، فأضحى المركز بفضل الله تعالى منارة ثقافية وموئلا حضاريا يطلع بمسؤولياته بالإسهام في دعم الحراك الثقافي والمعرفي وإبراز أوجه الحضارة الإسلامية العريقة. قام بتقريب المعلومة وتذليل العقبات وتوظيف التكنولوجيا في خدمة البحث العلمي حتى أصبحت له المراتب العالية محلياً وعربياً وعالمياً. ينقسم المركز إلى عدد من الإدارات تعمل في منظومة تكاملية لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المركز. وتضم مكتبتين رجالية وأخرى نسائية، وتلعب دوراً مهماً ومحورية في خدمة الباحثين، وتقدم لهم باقة من الخدمات المتنوعة كاستقصاء المعلومات وخدمة الاطلاع وخدمة المراجع وخدمة قواعد المعلومات والخدمة عن بعد دون عناء الحضور. وتؤدي مهمة دقيقة في الترميم والطباعة وإصدار الكتب عبر أجهزة حديثة ومتقدمة. تتولى خدمة الباحثين من جميع أنحاء العالم، وتقيم المعارض وتعقد المحاضرات والندوات لقادة الفكر وأصحاب الرأي في العالم. وتعمل على الاهتمام بالمخطوطات والنوادر، حيث تضم أكثر من 13,000 مخطوطة أصلية وأكثر من 3,000 مخطوطة مصورة محفوظة في مصغرات فيلمية. حركة الطباعة والنشر من أهم ميزات الثقافة والمعرفة، ولذا تقوم هذه الإدارة بالدور الفاعل في خدمة أهداف المركز عبر النشر والطباعة، حيث قامت بإصدار مجلة الفيصل وطباعة العديد من المؤلفات.
ولا يزال المركز يقفز قفزات نحو التقدم ومزيد من العطاء، مستلهماً في ذلك عقيدة الفيصل وفكر الفيصل ومنهج الفيصل ورؤيته.